دكتور ماجد، لحضرتك كتاب عن حالة السكان في مصر. أيوة. أنت مهتم بهذا الموضوع. أولا لماذا وكيف ترى؟ يعني أنا بعتقد أنه قضية السكان هي قضية محورية جدا في مصر، لأنه الزيادة السكانية اللي حصلت في مصر في منذ 1950 لغاية الفترة الحالية هي زيادة كبيرة جدا، ببساطة جدا انها بتاكل كل ثمار العمل الجاد التنموي. أيوة. اللي ممكن ان هو يجيب نتيجة والناس تشعر بيه. لما حضرتك تتصوري مثلا انه احنا سنة 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون واحنا النهارده بنتكلم على اكتر من 100 مليون، فاحنا تضاعفنا 5 مرات في خلال 70 سنة. ده في دول كتيرة ما حصلش فيها كده، بالعكس في دول كتيرة انخفض عدد سكان. معدل الزيادة اللي بيحصل في مصر في السنوات الماضية كان كبير. لما احنا نتصور ان احنا عندنا 2.5 مليون مولود سنويا، ده حجم دول. صحيح السنتين ثلاثة اللي فاتوا ابتدى المعدل ينخفض، بس لازلنا في مرحلة خطر. ليه مرحلة خطر؟ لانه مثلا انا بعتقد انه احسن مشروع يعني تم تناوله في الفترة الماضية هي مشروع اصلاح التعليم، بغض النظر حتى لو البعض اختلف مع التفاصيل، لكن فكرة إصلاح التعليم عملية مهمة جدا، لكنها بتتم في الوقت اللي أكبر عدد من المواليد بيدخلوا المدرسة. فبالتالي لو كان العدد ده أقل من كده كان هيبقى كثافة الفصل أقل، مستوى التعليم أعلى وأفضل، كثافة الفصل أقل، وأي إصلاح يكون أسهل. فبالتالي ده منعكس على التعليم، لكن منعكس كمان على الصحة، ومنعكس على المساكن، منعكس على الأرض الزراعية، البناء على الأرض الزراعية، الاستيراد، القمح إلى آخره، ده كل ده مرتبط بعدد السكان. فبالتالي الوضع وهي كلها يعني في عداد المعوقات. المعوقات بالظبط. طيب إذا رد أحد مثلا وقال طيب إحنا عندنا فعلا عدد مواليد كتير جدا سنويا، عدد سكان مصر ارتفع كبير جدا جدا، لكن النسبة الأكبر منه شباب. بعض الدول استفادت من وجود هذا العدد الكبير من الشباب في يعني في التعليم وفي الأعمال الإنتاجية وفي يعني ناتج الثروة. صحيح. يعني أنا عايز أقول إنه هذا الكلام صحيح، ولكن يعني مهم إن يكون الشباب دول متعلمين كويس، صحيح، صحتهم كويسة، فيقوموا يبقى إنتاجيتهم عالية، لأن اللي يهمني في الآخر هو الإنتاجية، يعني إنتاجية المواطن المصري، وبتكلم على الشباب على وجه التحديد شكلها إيه. لو كان اتعلم تعليم جيد مؤكد هتبقى كلامي عن الزياده السكانيه بسحبه واعتذر عنه. لكن المشكله هي ان احنا في حلقه مفرغه. انا عشان اعلم الناس دول تعليم كويس محتاج ان يكون عندي عدد اقل عشان اعرف اعلمه، لانه الفصل اللي فيه في المتوسط 60 70 80 90 في محافظات متوسط عدد الطلبه في الفصل 90. طب هيتعلموا ازاي؟ لو ما كانش 90، لو كان 60، لو كان 50، لو كان 40، طيب يبقى انا عارف ان دول مش هتعلموا. فيبقى هتكلم على انه الشباب قوه ازاي؟ اذا كان الشباب ده جزء كبير منه مش متعلم او مش متعلم كويس. غير مؤهل.
لو الشباب ده قدرنا نأهله أهلا وسهلا بالزيادة السكانية، لكن المشكلة إن إحنا مع هذا العدد الضخم اللي بيصب كل شوية في المجتمع مش قادرين نعلمه تعليم عالي، فتعليم متميز. لو في تعليم عالي متميز فلازم الأول نقفل هذه الحنفية شوية لغاية لما نعلم الناس ونقدر إن إحنا نقدم لهم إمكانية تعليم جيد، وفي هذا الوقت بقى ممكن يعني التفكير فيه. لكن عايز أقول لحضرتك إنه ال 2 مليون أو ال 2 مليون وربع مولود كل سنة دول، هما دول يعني طفل أول ولا تاني ولا تالت ولا رابع ولا خامس، إذا كانوا طفل أول لا بأس طبعا، من حق كل أسرة إنها تنجب طفل أو طفلين، لكن أكثر من طفلين في واقع الأمر يمكن أكثر من تلتهم طفل رابع أو تالت. فلو إحنا بنقول، وأنا أذكر إنه سيادة الرئيس من عدة سنوات قال الجملة دي وكانت جملة يعني تلقائية جدا، يا جماعة اللي عنده طفلين خلاص كفاية كده، اللي عنده طفل واحد يستنى شوية، يعني مش ضروري يخلف كل سنة طفل يعني. فهي الفكرة إنه لو كانت الأسرة فيها طفلين وتوقفت عند هذا كان هيكون عدد المواليد في مصر كل سنة حوالي مليون، إحنا عندنا 2 مليون، فإحنا عندنا مليون زيادة بيجوا كطفل تالت أو رابع أو خامس. فلو الأسرة المصرية اقتنعت بالاكتفاء بطفلين هيبقى سهل جدا إنه التعليم يجيب نتيجة، فبالتالي يبقى الشباب دول يعني معدين إعداد صح سليم، هتبقى قوة إيجابية وليست قوة سلبية. حضرتك بتقول لو، كيف نحقق لو؟ شوفي حضرتك، هو العالم كله مشي في مسارين، مسار تطوعي في الالتزام بالأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، ومسار إجباري زي الصين مثلا. الصين حطت قانون بأنه الاكتفاء بطفل واحد، احنا صعب ان احنا نحط مثل هذا القانون، يعني هيبقى صعب ان احنا نعمل حاجه اجباريه. لكن انا بقول انه لازم يعني احنا مقبلين على الزياده السكانيه. انا كتبت مقاله مره سميتها انتحار جماعي. ايوه يعني لانه اللي بيحصل ده انه لو انا عندي دوله امكانياتها محدوده، الارض الزراعيه فيها قليله، الميه فيها مشكله، بنستورد كثير من غذائنا، وبعدين مش قادرين نعلم الولاد لانه كثافه الفصول عاليه، يبقى المنطقي ان احنا نقلل عدد الافراد في الاسره بالاكتفاء بطفلين. احنا مش بنقول طفل واحد ومش بنقول ما بلاش اطفال، بنقول طفلين. اعتقد انه يعني لابد ان هذه الرساله تكون واضحه لدى الاسر المصريه في جميع مستوياتها.